من الأمور الغريبة في اللغة الإنجليزية إن نفس الكلمة ممكن يكون لها معنيين والمعنيين عكس بعض تماماً. على سبيل المثال كلمة dust، لو أنا قلت I found some dust on my desk يعني لقيت بعض الغبار على مكتبي، لكن لو قلت I dusted my desk يعني نظفت مكتبي من الغبار. نفس الكلمة اللي هي dust معناها غبار أو ينظف من الغبار، والمعنيين عكس بعض. الكلمة الثانية هي كلمة overlook. Overlook لو أنا قلت I will overlook the project يعني هأشرف على المشروع، لكن لو قلت my teacher overlooked my mistake and gave me the full mark يعني مدرسي تغاضى عن خطأي واداني الدرجة النهائية. الكلمة الثالثة هي كلمة off، لو أنا قلت the TV was off يعني التلفزيون كان مقفول، لكن لو قلت the alarm went off يعني الإنذار اشتغل. هذه الكلمات تسمى في اللغة الإنجليزية contronym. Contronym يعني نفس الكلمة ممكن يكون ليها معنيين والمعنيين عكس بعض تماماً.